تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، انطلقت فعاليات المؤتمر والمعرض الأول لواقع ومستقبل الصيدلة الذي تنظمه جمعية الصيادلة البحرينية بالتعاون مع جامعة البحرين. المؤتمر الذي عقد بحضور سعادة وزيرة الصحة يجمع عددا من المختصين في الشأن الدوائي بخبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم ليتعرفوا على الرؤى المستقبلية وأبرز المستجدات في المجالات المختلفة للصيدلة. جمع من المتخصصين في قطاع الصيدلة من أكاديميين ومهنيين يطرحون جملة من المحاضرات ليستعرضوا فيها كل ما هو جديد في هذا القطاع، خصوصا وأن قطاع الصيدلة يعد جزءا مهما وحيويا في المجال الطبي. الصيدلة هي الجزء المكمل للطب، لأن يعني في النهاية الأدوية هي اللي تصرف من طريق الصيدلي، والصيدلي طبعا هو اللي يسلمها للمريض ويشرح له كيف يستعملها، فهذه دور رئيسي وكبير للصيدلي. بالإضافة لهذه أصبح الآن حتى دور يعني الصيدلي الكلينيكي والصيدلي العلاجي يكون دائما حتى موجود في المستشفيات، يساعد الدكاترة على اختيار الدواء المناسب حق المريض حسب حالته. جلسة حوارية وورش عمل متخصصة في مجال الصيدلة، بحث فيها المتحدثون كافة التحديات التي تواجه هذا القطاع، خصوصا وإن هذا المؤتمر يعد المنصة الأولى التي تجمع الخبرات الدولية في المجالات المختلفة للصيدلة. طبعا هذا المؤتمر بالتعاون مع جامعة البحرين راح نقيمه لأول مرة، وراح نناقش فيه عدة محاور. من أهم المحاور اللي راح نتكلم فيها هو معرفة ما وصلت له مهنة الصيدلة في دول العالم نفس أمريكا ودول عربية، والاستفادة من خبرتهم في هذا المجال. طبعا احنا بناخد المؤتمرات دي فرصة، بتكون فرصة عظيمة، وخصوصا ان هي متاحة للحضور الجماهيري ومفتوحة، غير انه تعارف الصيدليات بالمستشفيات بالاطباء، بنتعرف على بعض اكتر، غير بندي فرصة كبيرة للناس ان هم يتعرفوا على الحاجات الجديدة واحدث حاجات نزلت للسوق والابديت. وطبعا بيفيد المحاضرات والإدوكيشن، بتفيد في يعني كحاجة تعليمية. المؤتمر مهم جدا لعدد من الاسباب. السبب الرئيسي هو التعاون ومشاركة الآراء في حلول الصيدلة، كذلك في عرض تام لكثير من الأدوية الخاصة بالأمراض المستجدة مثل ما نشوفها في الكثير من الدول قاعدة تصير، فهذه الأدوية يجب أن تعرض داخل المعارض وتدرس والناس يتعرفون عليها. يقام المؤتمر للمرة الأولى في البحرين بهدف فتح آفاق جديدة أمام العاملين في هذا القطاع وطلبة الصيدلة بالجامعة للاطلاع على كل ما هو جديد ومبتكر والالتقاء بالخبراء والمختصين وبأصحاب الأعمال والمهتمين بالصناعات الدوائية. أوراق متقدمة يطرحها هذا المؤتمر على مدار يومين يبحث فيها آخر المستجدات التي يعمل من خلالها الصيادلة وأحدث التقنيات التي يتم توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية في مجال البحوث وصناعة الأدوية، بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بطرق دعم هذه المهنة وتطويرها في مملكة البحرين. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.